السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نعمل ريفيجن لمادة الصف السابع، مادة الصف السابع إن شاء الله رب العالمين. خلينا نبلش بالقاعدة الأولى المطلوبة منك في الوحدة الأولى، present simple. أنا أعطيتكم إياها وشرحتها ووضحت لكم إياها، يعني it is أو it uses to talk about actions happen routinely and scientific facts. نستخدم احنا المضارع بسيط، حكينا يا استاذ، لما نحكي عن احداث بتحدث بشكل روتيني، او عن لما نحكي عن حقائق علمية، لما نحكي عن حقائق علمية. الفورم، شكل القاعدة، ركزوا معي. حكينا احنا يا استاذ اذا عندي شيء او هي او ات او اسم مفرد، الفعل بده ياخذ عندي يا اس يا اياس، بعدين بنحط ايش تكملة الجملة. مثال: she likes maths. she like maths، هاي الفاعل، هاي الفعل، بس الفعل ناقصه ايش يا استاذ؟ اس طبعا. she likes maths. it eats seed. it eats seed، فاعل، فعل، تكملة الجملة. اذا كان عندي الفاعل they أو we أو you أو I يا أستاذ، أو اسم جمع، الفعل بده يجي إيش عندي يا أستاذ؟ مجرد. شو الفعل بده يجي عندي؟ مجرد. إذا كان الفاعل عندي جمع، الفعل بده يجي إيش؟ مجرد. وتكمل تجب they sleep early I wake up late، في حالة النفي يا أستاذ. إذا كان عندي الفاعل she أو he أو it أو اسم مفرد يا أستاذ، في حالة النفي يا بتاخد doesn't أو isn't. doesn't أو isn't. doesn't بتاخد verb 1 تكملة الجملة. مثال: she doesn't eat salad. يا أستاذ ركز معي، في حالة النفي حتى لو كان عندي الفاعل مفرد، الفعل منحذف الأس منه. شو منحذف منه؟ الأس. it doesn't move its leg. هو نفس العملية، بنحط doesn't، بعدين ايش يا استاذ؟ الفعل مفرد، بعدين بنكمل الجملة. they we you I باخذوا ايش يا استاذ؟ don't، بعدين verb 1، بعدين object. don't في حالة الجمع، doesn't في حالة ايش؟ المفرد. او aren't. they don't like engineering. they don't like engineering. we don't drive old cars. في حالة السؤال interrogative يا أستاذ، في حالة السؤال، في حالة السؤال. does بتاخد إيش يا أستاذ؟ يا شي يا هيات. إحنا علمناكم does هنا المفرد، أو your يا أستاذ، مش you، your، بعدين verb 1، بعدين تكملة الجملة، بعدين a question mark علامة سؤال. الدو بتاخذ ذي يا أستاذ، أو وي أو يو أو آي، بعدين verb 1 بيجي عندي، بعدين تكملة الجملة، بعدين a question mark. مثال: does she go to school؟ هي بتروح، هل هي بتروح على المدرسة؟ do you throw away the old things؟ أنت بترمي بعيدا الأشياء القديمة. good. مفاتيح الحل، احنا يا استاذ اتفقنا انه كل زمن عندي انا، كل قاعدة لها شو يا استاذ؟ مفاتيح الحل. المفاتيح المطلوبة منك بالمضارع البسيط: always، often، sometimes، usually، never، every day، week، month، year، night. يعني every week، يعني every بنستخدمها مع كل شيء، مع day او week او month، مع اي شيء في every بتكون ايش يا استاذ؟ مضارع بسيط. daily، yearly، monthly أو weekly، أو بتنتهي بال y. ركزوا يا أستاذ، إذا شفت always، إذا شفنا often، إذا شفت sometimes، شفت usually، never، دائما يأتوا بعد الفاعل. متى بيجوا يا أستاذ؟ بعد الفاعل. وين يا أستاذ موقع الفاعل؟ هو اللي في بداية الجملة. شو بنسمي هذا يا أستاذ؟ فاعل. دائما بيجي وراه هذول ظروف التكرار: she never plays tennis. they always study. I sometimes help my students. في عندكم تمرين بالكتاب على هاي أو هاي الحالة.
هسه يا أستاذ، إذا الفعل انتهى بواحد من هذه الخمس حالات، إذا الفعل انتهى بواحد من هاي الخمس حالات، إذا الفعل انتهى بأو يا أستاذ، أو أس أو إكس أو أس أتش أو سي أتش، شو بنعمل يا أستاذ؟ بنضيف للفعل إيش؟ إي أس. بس لازم يكون عندي الفاعل شو يا أستاذ؟ مفرد. مثال: she goes لأنه انتهى أو، شو أخذت؟ إي أس. she fixes لأنها انتهت بأكس، أو إكس أخذت شو؟ إي أس. she wishes لأنها انتهت بأس أتش أخذت إي أس. she watches لأنها انتهت بسي أتش أخذت إي أس. she successes لأنها انتهت بأس فضفنا لها إي أس. هاي في حالة إيش يا أستاذ؟ الخمس حالات هاي، الخمس حالات هاي منضيف للفعل إيش؟ إي أس. بس لازم يكون الفعل إيش يا أستاذ؟ الفاعل مفرد. شو لازم يكون الفاعل؟ مفرد. يعني إيش من هاي الحالات الفوق؟ next. في عندي يا أستاذ أنا عامل لك أسئلة، أسئلة خيار متعدد على قاعدة المضارع البسيط. أنا راح أحل لك الأولى وأنت يا أستاذ مطلوب منك تحل هذول. هذول أكيد يعني راح تشوف إشي بيشبههم في الامتحان. أنا راح أنزل يعني اللي راح أنزل إن شاء الله، راح أنزل الملف اليوم أو الورق على المجموعة، راح أصورهم وأنزلهم عشان تراجعوهم، مهمات جدا. Jane in the factory until 6 p.m. معطيني يا أستاذ الخيارات: works, plays, play. playing. جين عندي works، عندي playing، عندي ايش؟ play. بما انه يا أستاذ جين ايش؟ مفرد. بتاخذ play يا أستاذ؟ لا يا أستاذ ما بتاخذ play، لانه احنا اتفقنا اذا كان عندي الفاعل مفرد بدي فعل فيه ايش يا استاذ؟ اس او ياس، فهي ما بتزبط. احنا اتفقنا انه منضيف للفعل اي ان جي. لا يا استاذ ما اتفقنا، في المضارع البسيط كله ما اتفقنا على شيء اسمه اي ان جي. فالجواب هو يا استاذ اي وركس. الجواب اي وركس. هنشوف الثانية، ركزوا معي يا استاذ، ركزوا معي. We don't food from the supermarket every day. معطيني grow، معطيني buy، معطيني buys. معطيني ايش يا استاذ؟ ركزوا معي، خلنا نصلح نسالي هذا الخيار. بس عندي buy و buys، عندي buy و buys. We don't food from the supermarket every day. هسه اول شيء عندي الفعل ايش يا استاذ؟ جمع، وعندي نفي كمان يا استاذ، فمباشرة من دون تفكير الفعل شو لازم يكون؟ مجرد. فهو ايش؟ باي. وهو شو يا استاذ؟ باي. ركز لي على 3 يا استاذ، هاي مطلوبه منك انت حلهم لحالك. 3 4 5 6 هذول امثله او اسئله على المضارع البسيط، اسئله على المضارع البسيط. ركزوا معي. حرف الاس يمكن لفظه في 3 طرق. احنا شرحنا لكم انه الاس في له 3 طرق لللفظ، صح يا استاذ؟ يا اس من الفضه، يا زد، يا اي زد. 3 طرق لللفظ. ركزوا معي يا استاذ. بيحكي لي اذا انتهى الفعل بهذه الاحرف، اذا انتهى الفعل بكي او اسم، سواء فعل او ايش اسم، اذا انتهت الكلمه، إذا انتهت إيش يا أستاذ الكلمة بك أو تي أو بي أو إف أو بي أتش أو إث تي أتش، تلفظ إيش يا أستاذ؟ تلفظ إس. شو منلفظها؟ أس. بوكس، جيتس، بإيش انتهت؟ بتي. فوتوغرافس انتهت بإيش؟ بي أتش. بلبس، ماثس، باثس، كليفس. next. بحكي لي بنلفظ الاس زد اذا انتهت بايش؟ بدي، بي ان ام في واي ار ال. مثال يا استاذ: crabs، words، bags، dreams، deals، fans، sings، wears، gloves،
plays. Good. يلفظ I زد، بنلفظ الفعل أو الكلمة I زد يا أستاذ، إذا انتهى الفعل ب سي اس اتش أو سي اتش أو زد أو اس أو اكس أو سي أو سي. watches wishes fixes prizes buses kisses. يا أستاذ يعني سهلات وأنا شرحت لكم إياهم بالتفصيل الممل، إن شاء الله تكونوا هيك يعني وصلت وبترد تراجع الورقة بتستوعبهم. حاط لك هون أسئلة خيار متعدد على اللفظ. We pronounce إحنا بنلفظ أس بكلمة friend. إيش يا أستاذ؟ انتهت بحرف شو؟ دي. دي من أي ناس أو من أي جزء؟ إحنا حكينا دي هي جيش، الجزء اللي بنلفظه إيش؟ زد. هيو دي. فشو يا أستاذ؟ friends. شو تلفظ هاي؟ friends يعني بتساعدك يا أستاذ على اللفظ. عندك 2 3 4 5 يا أستاذ، حلهم لحالك عشان تستفيد، حلهم لحالك عشان تستفيد. عندي القاعدة imperative فعل الأمر، عندي القاعدة يا أستاذ هي بالوحدة الثانية unit 2 imperative فعل الأمر. قاعدة بسيطة والطلاب عندي أنا مغلبيني، بقول لي كيف بدي أفرق بينه وبين المضارع البسيط. يا أستاذ هسا رح نعرف كيف نفرق، ركز معي. قاعدة فعل الأمر يا أستاذ بتبلش بفيرب. شو بتبلش يا أستاذ؟ بفيرب 1 فعل مجرد. قاعدة فعل الأمر بتبلش بإيش؟ بفيرب فعل مجرد. أما قاعدة المضارع البسيط ما بتبلش بفعل، بتبلش بفاعل يا أستاذ، يا شي يا هي يا إت. في صيغة الأمر يا أستاذ فعل الأمر دائما الفعل يبدأ بالجملة ويجب أن يكون مجرد. ملاحظة هاي، يجب أن يكون مجرد، حط لي خط، الفعل شو لازم يكون؟ مجرد. مثال يا أستاذ، sleep early نام بدري، بلشت بفعل نام بدري. plant trees ازرع ايش؟ شجر. الفعل ايش يا أستاذ هون؟ infinitive، الفعل مجرد يا أستاذ ما بنعمل عليه شيء. فعل الأمر بتبلش بفعل ولازم يكون الفعل ايش يا أستاذ؟ مجرد. الفورم تبعها verb 1 تكملة الجملة. في حالة النيجاتيف يا أستاذ النفي، في حالة النفي بنحط ايش يا أستاذ؟ don't. في حالة النفي يا أستاذ بنبدأ الجملة بايش؟ بdon't. لا بزبط doesn't ولا بزبط didn't يا أستاذ، don't بس فعل الأمر بس don't يا أستاذ. كيف تعرف انه فعل أمر يا أستاذ؟ بكون في بداية الجملة، بداية الجملة بده يكون عندي don't. أما المضارع البسيط ما عندي بداية الجملة don't، ما حكينا هالحكي كله، ما في don't عندي، حكينا do بس don't لا. بنحط don't يا أستاذ، بعد don't يجي عندي إيش؟ verb 1 مجرد، فعل مجرد. شو الفعل بده يكون يا أستاذ؟ مجرد ولا عليه أي إضافة. بعدين إيش يا أستاذ؟ تكملت الجملة. مثال don't make mistakes بلشت بشو؟ بdon't يا أستاذ، بلشنا إيش؟ بdon't. make mistakes. don't fail in the exam ما ترسب بالامتحان. بيعطيك أنا هون أسئلة خيار متعدد على صيغة الأمر. عندي do عندي that يا أستاذ، بيعطيك أنا doesn't don't didn't. إحنا شو اتفقنا يا أستاذ صيغة؟ كيف عرفت أنها صيغة أمر؟ واضحة، معطيني يا doesn't يا don't يا didn't يعني صيغة أمر يا أستاذ. شو احنا اتفقنا حسب صيغة الأمر لازم أحط؟ doesn't ولا don't ولا didn't؟ don't مباشرة يا أستاذ. عندي هون شو معطيني؟ don't. don't ايش بدي يجي مع don't؟ بنرجع ورا، شو بعد don't بدي يجي؟ verb 1. شو الverb 1 لازم يكون؟ مجرد. شو بدي يكون؟ ما عليه أي إضافة. وين عندي كلمة هون مجردة؟ ايه try. عندي يا أستاذ هون تمرين تكمل أسئلة ضع دائرة على نفس القاعدة 3 4 5 شرح القاعدة. ركزوا معي يا أستاذ. الأسماء المعدودة والأسماء غير المعدودة، أنا علمتكم شو هم. الأسماء المعدودة هي الأسماء القابلة للعد ويضاف عليها أس أو إي أس، هي الأسماء القابلة للعد يا أستاذ. باجي بقول لك كتاب، كتابين، 3 كتب، 4 كتب، سيارة، سيارتين، 1 car، 2 cars، 3 cars، 4 cars، 5 cars،
هاي اسمها أسماء معدودة. مثال: بوكس، بلينز، بلانتس، موبايلز. هاي اسمها شو؟ أسماء معدودة منضيف عليها أس أو إيش يا أستاذ؟ أو إياس. شو منضيف على الأسماء المعدودة؟ أس أو إياس. عندي الأسماء غير المعدودة، uncountable nouns، هي الأسماء التي لا يمكن عدها ولا تقبل أس. أسماء يا أستاذ ما منقدر نعدها، انسالي أس. هي الأسماء التي لا يمكن عدها. باجي بحكي لك يا أستاذ حليب، بقدر أحكي حليبين؟ لا يا أستاذ ما بزبط. باجي بحكي لك عسل، باجي بحكي بزبطش أحكي عسلين، ما بزبط. فمن الأسماء يا أستاذ غير المعدودة، هذول مطلوبين منك تحفظهم عشان تميز في الامتحان، هي الماني مصاري، ووتر ماء، جولد ذهب، شوكر سكر، سولت ملح، هاني عسل، ميلك حليب، ميت لحمة أو لحوم، رايس رز، آيس كريم بوزة، بريد وهي بمعنى إيش يا أستاذ؟ خبز. وعندنا كمان واحدة سيلفر معنى فضة. ركزوا معي يا أستاذ، هاي الأسماء المعدودة ركزوا لي عليها والأسماء غير المعدودة. هس عندي يا أستاذ شو؟ استخدام سم وأني وآن وآ. ركزوا معي يا أستاذ تركيز كويس، لأن أنا شرحت لكم إياها بس أنا زي ما تقول بعملكم ريفيجن لها. ركزوا معي. سم يا أستاذ نستخدمها مع الأسماء المعدودة، هاي أول شغلة. حط لي تخت، طيب حط لي إيش؟ مش تخت، حط لي خط تحت إيش؟ الأسماء المعدودة. نستخدمه مع الأسماء المعدودة والغير معدودة، يعني بتزبط يا أستاذ مع الكاونتابل وانكاونتابل، ولكن لازم تكون الجملة عندي إيش يا أستاذ؟ مثبتة. شو لازم تكون يا أستاذ الجملة؟ مثبتة. كيف يعني مثبتة؟ يعني لا نفي ولا سؤال، يعني جملة إيجابية إحنا حكينا. وملاحظة ثانية يا أستاذ، إذا أنا استخدمتها مع الأسماء المعدودة، إذا أنا استخدمتها مع شو؟ مع الأسماء المعدودة، اطلع علي. There is some sugar، 100% في نفي ما في نفي يا أستاذ، في سؤال ما في سؤال، فجملة مثبتة. Some sugar وهي اسم غير معدود، جوابي 100%. There are some books، برضو هون ما عندي نفي، وسم واسم معدود زي ما حكينا 100%. بس بزبطش يا أستاذ أحكي there is some book، ما بزبط يا أستاذ. There is some book ما بزبط أحكيها. ليش؟ تستخدم مع الأسماء المعدودة وغير معدودة، بس لازم يكون اسم المعدود إيش يا أستاذ؟ جمع. شو لازم يكون اسم المعدود اللي بدي استخدمه مع سام؟ جمع، يعني عليه أس، يعني جمع. أما بوك ما بزبط يا أستاذ، لازم إيش؟ أجمع وحطون إيش؟ آر. فبوك يا أستاذ خطأ، لازم يكون عندي الاسم جمع، يكون معدود وجمع. أني يا أستاذ، أني معناها في العربي أي. هسا سام شو معناها في العربي؟ بعض. أني معناها بعض إيش؟ أي. نستخدمها مع الأسماء المعدودة أني والغير معدودة، نستخدمها مع الأسماء المعدودة والغير معدودة نفس الإشي، ولكن نستخدمها مع السؤال، حط لي خط والنفي. ولكن هون شو الاختلاف؟ نستخدمها لازم تكون الجملة عندي سؤال أو إيش يا أستاذ؟ نيجاتيف، نفي. مثال: Is there any ice cream in the fridge؟ علامة سؤال، فمباشرة يا أستاذ من دون تفكير، مدام شفنا علامة سؤال ومعطيني خيارات بحط إيش؟ Any. Are there any cats in the street؟ برضو هون شو يا أستاذ؟ علامة سؤال، فأكيد بدي أني. هون إيش معطيني؟ اسم غير معدود صح، وهون اسم معدود صح. There aren't any cats، ومباشرة يا أستاذ شفت نفي من دون تفكير بتحط لي إيش؟ أني، لأنها تستخدم مع النفي. There isn't any salt in the kitchen، هون نفس العملية، isn't نفس العملية أستاذ، isn't. هون نفس فوق يا أستاذ، some وأني نفس الإشي. لو أنا حطيت لأني اسم معدود يا أستاذ، بس لازم يكون جمع، ما بقبله غير اسم معدود جمع، يجب
أن تضع اسم معدود جمع. لازم يا أستاذ الاسم المعدود يكون إيش؟ بلورال جمع. زي هيك مثلا كاتس، ما بزبط أحكي كات كاتس، لازم يكون اسم المعدود مع أني أو سم جمع، أو اسم غير معدود زي اللي حكيت لكم إياهم فوق. عندي يا أستاذ آن، هسه نستخدم إيش؟ تستخدم مع أحرف العلة يا أستاذ، E O U A I، مع هاي خمس أحرف علة، مع الأسماء المعدودة. مع إيش بنستخدمها؟ مع الأسماء المعدودة، ولكن يجب أن تكون الأسماء المعدودة إيش يا أستاذ؟ سينجولار، مفرد. كيف يعني يا أستاذ مفرد؟ ركز معي، باجي بحكي لك آن أبل، بلشت بآ حرف علة، فأكيد بدها إيش يا أستاذ؟ آن، 100% جوابي. بس يا أستاذ لو كان عندي هون أس الجمع ما بتزبط يا أستاذ. مثال، لو كانت هيك آن أبلز ما بتزبط يا أستاذ، لازم يكون عندي إيش الاسم؟ مفرد. شو لازم يكون عندي الاسم؟ مفرد. لازم يكون عندي الاسم سينجولار. روح لي على آخر واحدة، مع الأسماء إيش هاي المعدودة، بس لازم تكون شو يا أستاذ؟ حط لي خط هون، مفردة. إيه، تستخدم مع جميع الأحرف ما عدا الأحرف الساكنة، بنستخدمها مع كل الأحرف ما عدا الساكنة، وهي هاي، مع كل أحرف اللغة الإنجليزية، ماشي يا أستاذ؟ لكن شو يا أستاذ؟ ما عدا الأحرف الساكنة، وفي كمان شرط، شو كمان؟ مع الأسماء المعدودة، نستخدمها مع إيش؟ مع الأسماء المعدودة، ويجب أن تكون مفرد. والأسماء المعدودة إيش لازم تكون؟ مفرد يا أستاذ. شو لازم تكون؟ مفرد. مثال يا أستاذ، أكار، ما بزبط أحكي أكارز، خطأ. هيك في عندي مشكلة، تستخدم مع الاسم المعدود الايش يا أستاذ؟ المفرد. بس ملاحظة صغيرة يا أستاذ، هسه الاسم المعدود إذا كان جمع احنا عارفين بأخذ ايش يا أستاذ؟ آر، صح؟ وإذا كان مفرد شو بأخذ؟ إز. مثال، أكار إز، صح؟ مثال ثاني، سم كارز ار. فاذا كان عندي اسم المعدود جمع بده ياخذ ايش؟ ار. كان اسم المعدود مفرد ايش بده ياخذ؟ از. طب اسم غير المعدود يا استاذ، هو باخذ از ولا ار؟ حط عندك ملاحظه، الاسم المعدود شو باخذ؟ از، ما باخذ ار. بكره بالامتحان قال لك صحيح لي خطا، تحط له انت ار بدل از او هيك، لا خطا. الاسم المعدود، الاسم غير المعدود باخذ از. هيهم يا استاذ باختصار، وبرضه ما فهمت ترد راجع ايش الفيديو المره شرحت فيها القاعده. طيب هون يا استاذ انا عامل لك تشكيله واسعه من الاسئله ايش على القاعده، سمو اني و او ان. خلينا نحل اول وحده معكم. Are there people at all at the bus stop؟ معطيني سم اني ا. شوفي عندي هون يا أستاذ بتطلع علامة سؤال، من دون تفكير شو بحط؟ أني، لأنه الأني مع مين حكينا؟ حكينا الأني مع مين يا أستاذ؟ مع السؤال. الآ ما حكيناش إنها بنستخدمها مع السؤال ولا سم. طيب When we got to the cinema there weren't tickets left. عندي سم أني آن. آن مع إيش نستخدم إحنا حكينا؟ لازم يكون ايش عندي الآن؟ لازم يكون عندي حرف ساكن، حرف علة، ما عندي حرف علة. والجملة ايش يا أستاذ؟ نفي. فمن دون تفكير شوف جملة نفي شو بحط لها؟ أني. شو بحط لها يا أستاذ؟ أني. هسا 3 4 5 6، حاول حلهم لحالك. وعندك يا أستاذ 7 و 8 كمان. عندك ايش يا أستاذ؟ 7 و 8. طيب هسا انا حاطلكم يا استاذ اسئله خيار متعدد على القطع الموجوده عندكم
في المادة إيش؟ الوحدة الخامسة، سوري، الوحدة الأولى والثانية والثالثة. هاي قطعة إيش؟ الوحدة الأولى. حاط لكم أسئلة يا أستاذ، بعد ما تخلص دراسة القطعة هاي أنا حاط لك أسئلة تتدرب عليهم، راح يساعدوك يعني. راح هسه أنشرهم إن شاء الله على جروبنا. وهون يا أستاذ المعاني المهمة في الوحدة الأولى، المعاني المهمة في الوحدة الأولى هيني كاتب لك إياها ومرتب لك إياها، وحاط لك تمرين مهم جدا على هاي المفردات، وفي احتمال تلاقيه عندك وين يا أستاذ؟ بامتحان بكرة. في احتمال وين تلاقيه يا أستاذ؟ بامتحان بكرة. ركز عليه التمرين، بعد ما تقرأ الكلمات حاول إيش؟ حل التمرين. ويا أستاذ هاي عند الوحدة الثانية كمان، الوحدة الثانية معطيك قطعة الاحتباس الحراري، معطيك عليها أسئلة ضع دائرة يا أستاذ، زي أسئلة الوزارة. أسئلة إيش يا أستاذ؟ ضع دائرة. هيني مجهز لكم إياها أسئلة ضع دائرة، وحاط لك مفردات مهمة في الوحدة الثانية. مفردات إيش يا أستاذ؟ مهمة، بدنا نعرفهم، مهمات جدا. طيب في عندي يا أستاذ الوحدة الثالثة، وهي الأهم، لأن الوحدة الثالثة ما امتحنتوا فيها مع الوزارة. بتركزوا لي على أسئلة، هي أسئلة شو؟ قطعة شو؟ المتحف البريطاني. طلعوا لي على أسئلة يا أستاذ، هسا بصورهم بنزلهم عندكم على الصفحة، إنكم تحاولوا تحلوهم لحالكم، وعادي أي واحد حل وعنده مشكلة، واجه مشكلة يتواصل معي، أنا ما عندي أي مشكلة. وهيني حاط لك كمان أسئلة على قطعة شو؟ سوق جارة، برضو القطعة الأولى يا أستاذ. حاط لك أسئلة question number 1 و 2 و 3، حاط لك سؤال سؤالين ثلاثة يا أستاذ. وعندنا كمان يا أستاذ معطيك المفردات المهمة بالوحدة الثالثة يوم يا أستاذ، هذول أهم مفردات، ومعطيك أسئلة مهمة جدا عليهم، هاي ممكن تلاقيها شو بالامتحان، يعني بتحلها لحالك، بدك تتأكد رجع لي، ما عندي أي مشكلة. طلع عليها يا أستاذ، هسه راح أصورهم. طلع هاي كتبت لكم إياهم، جهزت لكم إياهم من مراجع، يعني من مراجع بكتابكم، وإن شاء الله هسه بنزلهم على الجروب، وإن شاء الله ما أكون هيك قصرت معكم، ويعطيكم العافية، والله يوفقكم.